أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانوا يعملون. يا سلام يا سيدي، الله أكبر. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الله ما تلوته
فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم حتى
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم
صدق الله.